عندنا التماسين. التماس اصدرته رابطه التراس اهلاوي تندد فيه طبعا بالعنف اللي تم ارتكابه باستغلال بعض القنوات الخارجيه احداث مباراه مونانا الجابوني على استاد القاهره لاسباب سياسيه، وتتعهد في الفترة المقبلة بالتعاون مع الدولة لعودة الجماهير للمدرجات دون أي خروج عن النص. البيان اللي أصدرته يعني رابطة أولتراس أهلاوي بيقول إن جمهور النادي الأهلي دائما ما كان درعا لهذا الوطن على خطى الكيان الذي ننتمي إليه والذي جاءت نشأته بدفع وطنية ضد الاحتلال الإنجليزي. نؤكد أننا نرفض استغلال بعض القنوات الخارجية المتربصة بالدولة أي شأن داخلي لتوجهات لا علاقة لنا بها، فلم تكن لنا أي ميول سياسية من قبل ولن تكون. ونناشد سيادة الرئيس الأب عبد الفتاح السيسي بعد انتخابه رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة بالعفو عن جماهير النادي الأهلي والتي تم القبض عليها بشكل عشوائي لأنهم كانوا في المباراة فقط لا غير. ليس من العدل أن يتسبب قلة قاموا بارتكاب خطأ نرفضه جميعا أن تتم معاقبة العشرات، ونتناسى ما قدمه جمهور النادي الأهلي في مواقف عديدة ماضية. وطلبوا ووجهوا كلامهم للسيد الرئيس وقالوا قالوا طبعا انه الجماهير المحبوسه والتي تم عرضها على النيابه العامه لاقت معامله كريمه وادميه ممن يديرون معهم التحقيقات، لكن الحبس دون ارتكاب اي خطا هو شعور لا يتحملوه هم واسرهم. وناشدوا الرئيس كان قد فتح فكره ان هو يجلس مع جميع مؤسسات الدوله بفتح حوار مع الجماهير لاول مره من 11 سنة، وقالوا ان هم بقالهم 11 سنة لم نجلس مع اي مسؤول من اجل التحاور، ونتمنى الجلوس على طاولة واحدة، وان احنا نعلن التزامنا والتعاون الكامل مع الامن لخروج المباريات بشكل يليق بالكرة المصرية وضرب المثل على ان مصر قادرة على اعادة الجماهير بشكل طبيعي الى الملاعب. وقالوا ان هم اصدروا بيان قبل كده رفضوا فيه التجاوزات واستنكرنا لان ما حدث غير مقبول ونرفضه جميعا، والدليل على ذلك مواقفنا طوال العام الماضي. طيب هنا الالتماس صعب نوجهه لمين، لكن نتمنى وده مش بس الالتراس اهلاوي انه اي شباب مقبوض عليه ومحبوس احتياطيا طالما لم يتم تقديمه للمحاكمات، احنا محتاجين بس يعني نحل هذه المشكله ونتاكد. طبعا الموضوع في يد القضاء وانا لا استطيع ان يعني افتئت على القضاء، ولكن الالتماس اللي بيقدمه الالتراس اهلاوي بالعفو عن الجماهير الحقيقه انه سلطه الرئيس لا تاتي الا بعد انتهاء المرحله القضائيه، يعني بعد النيابه في المحاكمه، بعد المحاكمه لها درجات. لكن اولتراس بيقولوا انه في شباب مقبوض عليهم ما ارتكبوش هذه الاخطاء، فنتمنى بس انه وانا واثقه طبعا في تحقيقات النيابه انه يكون في دقه عاليه، وان احنا ما نسيبش اهالي ناس ممن لم يرتكبوا الاخطاء اولادهم محبوسين فيعني وسط من ارتكبوا الاخطاء. ده بيان اولتراس اهلاوي اتمنى ان يشمل من الجميع بالرعايه، احنا عايزين الجماهير ترجع الملاعب، عايزين نبتدي نقعد مع هؤلاء الشباب بالذات المحترم منهم لانه فيهم شباب محترمين جدا، عايزين نبتدي نفتح صفحه جديده مختلفه في التعامل معهم.